أنا الطلاب الآن بنشرح لكم الخدمات الأخرى الموجودة في منصة التعليم عن بعد للطالب. في عندي في القائمة اليمنى في حاجة اسمها الحقيبة الإلكترونية. من خلال الحقيبة الإلكترونية يقدر الطالب يطلع على قائمة الكتب والمناهج اللي هو بيدرسها. بنلاحظ هنا المناهج اللي هو بيدرسها الطالب، يقدر يفتح أي منهج وليكن مثلا منهج الاجتماعيات. هنا في تنبيه إن في قائمة على اليمين، القائمة على اليمين يقدر من خلالها الطالب إن هو يروح لأي درس هو محتاجه مباشرة. مجرد ضغطه على الدرس بتحصل هنا عملية تحميل خاصة بالدرس، وأقدر أقلب يمين وشمال على الدرس، الصفحة التالية أو اللي بعدها. عندي هنا في حاجة اسمها التدوينات، من خلال التدوينات يقدر الطالب يحط استفسار، يقدر يطلع على ملاحظات، يقدر يحط ملاحظة، يقدر يحط سؤال وجواب. لو المعلم حاطط له سؤال وجواب على الدرس بيظهر له هنا، يقدر يحط نجمة على هذه الصفحة أو علامة إن هو واقف عند الصفحة دي أو غيرها. من خلال الاختيارات الأخرى في الحقيبة الإلكترونية يقدر الطالب يطلع هنا، لو هو كان أرسل استفسار في المادة بيوصل للمعلم وبيجيله الإجابة هنا من المعلم على استفساره. يقدر يطلع على التدوينات اللي وضعها المعلمين أو غيرهم، يقدر يشوف العلامة أو النجمة للصفحة اللي هو حددها، بيظهر له هنا هو محدد نجمة أو علامة عند صفحة 84، معناه إن هو متوقف مثلا عند الصفحة دي، فيقدر يرجع ويكمل المنهج الخاص بيه. ده الجزء الخاص بالحقيبة الإلكترونية عند الطالب. عندي أيضا الجزء الخاص بالتواصل مع المعلم، يقدر من خلال التواصل مع المعلم إن هو يرسل أي رسالة لأحد معلمينه، كمان يقدر إن هو يستقبل الرسائل من المعلمين، يقدر إن هو يطلع على أرشيف للرسائل اللي هو أرسلها، يقدر يختار الاستبيان، يختار المعلم مادة الاجتماعيات مثلا، هيختار مادة الاجتماعيات بيظهر له استبيان خاص بأداء المعلم، بيقدر يحدد النقاط اللي هو يراها في المعلم من خلال هذا الاستبيان. النقطة الأخيرة اللي هي الإعدادات الأساسية، واللي من خلالها يقدر الطالب يغير كلمة المرور الخاصة فيه. وبكده نكون انتهينا من شرح الخدمات الخاصة بالطالب.